إذا كما قلت لك أن التناسبية تتكون بين واحد جوج عددين، باش ما كبر هذا يكبر الآخر، فهمت ولا لا؟ بحال اللي عندنا هنا، يصل ثمن 15 متر من سلك معدني إلى 28.5 درهم، ياك؟ إلى 28 درهم فاصلة خمسة. ما هو ثمن 24 متر؟ تنشوفو متر شحال كان الثمن ديالو، فهمت ولا لا؟ وباش نعرفو هاد القضية تنشدو 28.5، اش تنعملو ليها؟ هانتي الثمن ديال 15 متر من واحد السلك هو 28 درهم فاصلة خمسة. 15 متر ماشي متر واحد، الثمن ديالو هو هذا 28.5. إذن أشنو الثمن ديال 24 متر؟ أول حاجة غنقلبو عليها شنو هي قبل ما نحسبو 24 متر، شنو غنعملو منطقيا؟ قبل ما نديرو عندنا 10 د الحلوات شريناهم ب 20 درهم، شحال تيجي الثمن ديال 15 حلوة؟ عندنا 10 د الحلوات 20 درهم، شحال تتجي الثمن ديال 15 حلوة؟ شنو غنعملو هنا؟ شنو غنعملو أول حاجة؟ غادي ناخدو نعرفو الثمن ديال حلو، نعرفو الثمن ديال هي هاديك شناهي؟ الكرا، نعرفو الثمن ديال الحلوة واحد، ديال حلوة واحد، واحدة، منطق، منطق تيقول هكا، حلوة واحد، هكا غنديرو ليها. إذا عندنا 10 د الحلوات شريناهم ب 20 درهم، واش نقدروا نلقاو الثمن ديال الحلوى وحده ولا لا؟ نقدر، دابا الثمن ديال الحلوى هو جوج درهم، وبالتالي الثمن ديال 15 حلوى هو 30 درهم، فهمت ولا لا؟ نفس الطريقة غنطبقوها أنا. عندنا 15 متر الثمن ديالو هو 28 درهم فاصلة 5، ما هو ثمن 24 متر؟ إذا أول حاجة خاصنا نعرفوها هنا شنو هي؟ هو ثمن ديال حلوة واحدة، شيء واحد، بقاي لاصقة ليا في الحلوة، حنا دابا في المتر، حنا عطيناك الحلوة ديال متر واحد، ديال متر واحد، وخاص تفهمي السؤال. إذا حنا عندنا هنا الثمن ديال الأمطار، ياك؟ إذا خاصنا نعرفو الثمن ديال متر واحد، عندنا 28 درهم فاصلة خمسة، هذا الثمن ديال 15 متر، واش نقدرو نعرفو الثمن ديال متر واحد؟ نقدرو نعرفو، القسمة سهلة. ياك شنو غنعملو؟ 28 متر فاصلة خمسة، 28.5 قسمة 15، قاسم 15، غنلقاو الثمن ديال متر واحد. إذا ممكن أنك ملي تبغي تجاوب السؤال غدير ثمن متر واحد من السلك المعدني، وغنديرو 28.5 قسم على 15. إذا ملي غتلقى الثمن ديال متر واحد غتضربو فاش؟ نضربو عند باش نلقاو الثمن ديال متر واحد. ملي غنلقاو الثمن ديال متر واحد شنو غنلقاو من بعد منه؟ غنلقاو الثمن ديال ديال 85.5 درهم. شنو؟ غنلقاو الثمن ديال 85.5. هو راه الثمن هذاك، شنو علاش غتلقاي الثمن ديالو؟ هو الثمن تلقاي الثمن ديالو؟ شنو المطلوب منا تما؟ ما هو؟ السؤال الأول تنضربو أنا نسيتي. ما هو الثمن 24 متر من هذا السلك؟ علاش نقلبو؟ تنقلبو على الثمن ديالهاش ديال 24 متر. خصو ردي بالك الأسئلة. إذا ما هو ثمن 24 متر من هذا السلك؟ إذا حنا في الأول شنو حسبنا؟ حسبنا ثمن متر ثمن ديال متر واحد، متر واحد. إذا غنديرو ثمن متر واحد وغنديرو 28.5 قاسم 28.5 قاسم 15 متر. بحال عندنا 28 درهم غنقسمو على 15 دري، فهمتوا؟ غنقسمو على 15 طفل، فهمتوا؟ إذا 28 درهم قاسم 15 طفل، غنشوفو كل واحد شحال غتجي، بحال هكاك الأمطار تاهوما، غنشوفو كل متر شحال غيجي الثمن ديالو، فهمتوا ولا لا؟ إذا 28.5 قاسم 15 غيعطينا الثمن ديال المتر الواحد،
ملي غنلقاو الثمن ديال المتر الواحد شنو غنعملوا ليه؟ شنو غنعملوا به؟ فاش غينفن هاد الثمن هذا؟ الثمن ديال المتر واحد؟ اه شنو غنعملوا به؟ غادي نلقاو به وبالي الثمنة. احنا دابا بصدد السؤال الاول، ما هو ثمن 24 متر من هذا السلك؟ اذا شنو غيقدر ينفعنا هاد الثمن ديال المتر واحد؟ فاش غيقدر ينفعنا؟ هل يقدر ينفعنا باش نلقاو الثمن ديال اش؟ ديال 24 متر. اذا شنو غنعملوا ليها؟ نديرو 28.5 24 متر. ها؟ نديرو 24 متر؟ اييه نضربها؟ نضربها في هذاك الثمن. في هذاك الثمن اللي غنلقاو. إذا غنديرو ثمن 24 متر من هذا السلك، ثمن 24 متر من هذا السلك، وغنديرو داك الثمن اللي لقينا وغنضربوه في 24، سهلة. إذا نبداو التطبيق. إذا شنو غنعملو؟ ثمن، شوف، غنديرو ثمن 24 متر من السلك المعدني، ياك؟ إذا شنو غنعملو؟ ها؟ ثمن ديال متر واحد. واو. المتر واحد حنا لقيناه. اه. وغنبقاو لاصقين في هذاك زدناه حنا من عندنا باش نبينو بأننا حنا فهمنا، فهمتي ولا لا؟ هذاك زدناه من عندنا ثمن متر واحد. إذا بطبيعة الحال باش نجاوبو على السؤال اللي عطاونا هما، ضروري نلقاو الثمن ديال المتر واحد، حيت هما عاطينا باش نلقاو الثمن ديال 24 متر، فهمتي ولا لا؟ هما طالبين منا باش نلقاو الثمن ديال 24 متر. وباش نلقاو الثمن ديال 24 متر خاصنا نعرفوا الثمن ديال متر واحد، ولكن هما في المعطيات اللي عاطينا عاطينا الثمن ديال 15 متر. اذا قسمنا 28.5 على 15 باش لقينا الثمن ديال متر واحد اللي هو واحد درهم. درهم درهم ماذا؟ درهم فاصلة 9. اذا دابا حنا لقينا الثمن ديال متر واحد، دابا خاصنا نلقاو الثمن ديال 24 متر. شنو غنديرو؟ غنديرو 24 في 1.9 صافي، غتعطينا 45.6 ياك؟ أو نعملو الطريقة اللي كنتي قلتي، شنو هي؟ تدير الجدول وتتعمل التناسبية، شنو؟ تتعمل أنتي، غدير الجدول، غدير مثلا الأمطار، وعندك الثمن، ياك؟ عندك 15 متر الثمن ديالها شحال؟ 22.5 وعندك 24 متر، وعندك 24 متر، شتي؟ الثمن ديالها غير معروف. إذا التناسب شنو غنعملو؟ غنديرو 24 في 28.5 قسمة 15. 15 ما تخرجنا هادي. إذا 24 في مضروبة 28.5 قاسم 15. 45.6 هو اللي كنا لقينا. وما هو طول السلك الذي يمكن شراؤه بثمن 85.5؟ ما معنى هذا؟ تزيد طول الجدول وفي العوض اللي تحط الامطار وتقلب على الثمن؟ لا، غتحط الثمن وتقلب على الامطار. الثمن شحال عندنا هنا؟ عندنا 85، شوف، فاصلة 5. غنديرو بحال الاول. يا شنو غدير في الاول؟ يا دابا اللي درتي الطريقه ديالك شنو غتعمل هنا؟ ها؟ ندير عندك انت 15 28.5 وعندنا هادي. عندنا في الاول شنو عملتي؟ عملتي هادي في هادي قسمه قاسمه هادي حتى هادي، غديري هادي في هادي. لا، هادي في هادي قسمه. لا انت شوفي، درتي في الاول شنو؟ هادي في هادي قاسم هذه للفوق للفوق. اه تاعنا شنو غتعملي؟ غديري هذه في هذه قاسم هذه، هذه في هذه قاسم هذه، وهذه والخارج. إذا شنو غديري؟ غديري 28.5 باش نضربها، نضرب في هذا العدد ما معروفش قاسم 15. هي ندير 28.5 قاسم 15. ها؟ راه مضروب هاد العدد، تنقلبو عليه، تتساوي شنو؟ تتساوي 85.5. منا هما لما نديرو هادي في هادي قسمة تخرج منين؟ ما كديري اللي بغيتي،
خاص تحافظي على الترتيب ديال العمليه. يوشنا المهم اللي فات الشيء كله هو عندنا كسر. شوف حنا راه عندك كسر هنا شتي، عندك بحال الكسر الشيء كله عندك كسر. عندك 15 على 28.5 شي يساوي تساوي واحد الكسر اخر. عندنا الفوق واحد العدد باش تسهل لي القضيه على 85.5. هذا في هذا تساوي هذا في هذا، هذا هو الاصل في هادشي كله. اذا شنو بحال دابا العمليه اللي عندنا هنا شنو عندنا؟ عندنا 15 مضروبه ب 85.5. عندنا 15 في 85 شنو تتساوي؟ هذه تتساوي 28.5 مضروب واحد العدد، هاي 28.5 مضروب واحد العدد. شتي المهم عقلي انت على هاد العملية. هذه في هذه تتساوي هذه في هذه تتساويها. ها انت عقلي تساوي هذه في هذه تتساوي هذه في هذه تتساوي هذه في هذه. ما تتهمناش تحطي الرقم، كنا تنقلبوا عليه تتحطي نقطة، هاو تنديروا اكس وهاد اكس هو تنقلبوا عليه. دابا حنا لا بغينا اكس اشنو غنديروا؟ هاد العدد اللي عندنا هنا قاسم هاد العدد اللي هنا. صافي سهلة. غنديروا هادي قسم هادي كبيرة هادي هادي قاسم هادي. فهمتي؟ بغينا نقلبوا على هذا، هادي في هادي قاسم هادي. بغينا نقلبوا على هذا، هذا في هذا قاسم هذا اللي حداه. واش انت ما فهمتيش؟ هذا قاسم هذا قاسم هذا صح، ديما قاسم هذا اللي حداه، اللي حداه هذا اللي هذا تنقلبوا عليه. واش قبيله عرفت هذه قسمه هذه شكلها خرج ليها؟ لا هذيك العمل اللي حافظه انت الاصل ديالها هو هذا. بحالك ديما تيكون عندنا كسر، كسر فيما تشوفي هذه القضيه. الا كان هذا الكسر يساوي هذا، ومادام اننا تنقلبوا على هذا العدد هنا طبيعه الحال فهمتي، تنفترضوا بان الكسر تيساوي هذا الكسر. فهمتي؟ اذا ديما هاد البسط مضروب في المقام ديال الاخر تيساوي المقام ديال هذا مضروب في البسط ديال الاخر. فهمتي؟ تدير تساوي تساوي بحالك تساوي. دابا ملي غتحطيهم بحال هكا تنجيو لهذه ما معروفاش اكس مثلا او ايكغيك ولا عطيها دي ولا عطيها اللي بغيتي. اذا شنو تعني؟ ديما تديري المقام في البسط تساوي البسط في المقام ديال الاخر ياك. اذا عندنا هانت هاد العمليه في هذه تتساوي هذه في هذه. بغينا نلقاو هذه، هذه تنخليوها كومبلي، هذه كلها 15 في 85.5. علاش نقسموها؟ تنقسموها على العدد اللي حدا هاد العدد تنقلبوا عليه. اذا غنشدو 15 في 85.5 قاسم 28.5 غتعطينا 45. اذا العدد اللي عندنا هنا هو 45. فهمتني؟ ما هو طول السلك الذي يمكن شراؤه بثمن 85.5؟ طول السلك هو 45. هو 45 اذا طول السلك هو 45. واش فهمتوا ولا؟ اذا كما تنشوفوا عندنا اكتب الاعداد المتناسبه. اذا غنكتبوا الاعداد المتناسبه. اذا اكتب النتائج في الخانات التي بقيت فارغه. عندنا طول السلك شنو نقدروا نوضعوا مثلا في البدايه؟ المتر، طول السلك بالمتر. شنو العدد اللي نقدروا نوضعوا مثلا هنا؟ 15 متر. ثانيا شنو نقدروا نوضعوا؟ 24 متر. 24 متر او شنو اخرى ثاني نسيتي هذا العدد هذا؟ 45 متر. اذا نوضعوا هنا 45. اذا عندنا هنا 15، عندنا ثمن السلك بالدرهم. اذا هاد 15 شنو هي هادي؟ 15 متر. متر غنوضعو هنا. 28.5 غنحطها تحت منا. تحت منا. ثم عندنا 24 متر. 24 متر بغات تحط هادي؟ نحطها تحط هنا. ثم 85.5 تحت منا. لا تضع في الخانة الأخرى حيت ماشي متناسبة معاها. هي متناسبة هاد 85 مع عدد آخر. ثم أن عندنا 85.5 هذا غنوضعو هنا، ما نوضعوش تحت 24. فهمت ولا؟ 24
24 كنا قلبنا على ما نوضاش تحت 24، 24 كان علينا نقلبوا على الثمن ديالها، 24 اللي غتكون عندنا هنا غنقلبوا على الثمن ديالها المتناسب معها، الحمد لله. اما هذيك 85 غسلها 5 هذا ثمن ديال واحد الامطار اخرى متناسبه معها غتكون فوق منها. اذا غنوضعوا 85.5 هنا وغنقلبوا على الطول ديال الامطار ديالها بطبيعه الحال المتناسب مع اللي هو 45. مثلا هنا عندنا اذا كانت 100 كيلوغرام من القمح تعطي 75 كيلوغرام من الدقيق، وبواسطه 25 كيلوغرام من الدقيق نحصل على 30 كيلوغرام من الخبز. فما هي كتله القمح اللازمه للحصول على 450 كيلوغرام من الخبز؟ شتي كيفاش دايره التناسبيه؟ اذا كانت شوف 100 كيلوغرام، 100 كيلوغرام ياك من القمح، من القمح اش تعطي؟ 45 كيلوغرام. شوف تعطي 75 كيلوغرام. بحال ما نقولوا هنا عندنا ثلاثه المواد، الحمد لله، عندنا القمح ياك، شنو عندنا؟ ها، وعندنا الدقيق، وعندنا شنو؟ عندنا الخبز، فهمتي؟ اذا عندنا في الاول 100 كيلوغرام من القمح ياك، ها هي 100 كيلوغرام من القمح تعطي 75 كيلوغرام، ها هي 75 كيلوغرام من الدقيق. ثم شنو ننتقلوا الى واحد الوزن اخر اللي هو 25 كيلوغرام من الدقيق، يعني ماشي 75، لا غنقزو هنا غتولي عندنا 25 كيلوغرام من الدقيق. اشنو تتعطي؟ تتعطينا 30 كيلوغرام من الخبز، 30 كيلوغرام من الخبز ياك، لان غنضيفوا له حوايج اخرى. فما هي كتلة القمح اللازمة للحصول على 450 كيلوغرام من الخبز؟ 100 كيلوغرام غتعطي 75 من الدقيق، و 25 من الدقيق تتعطي 30 كيلوغرام من الخبز. إذا فما هي كتلة القمح اللازمة؟ هنا السؤال مطروح، ما قالكش كتلة الدقيق اللازمة، قالك ما هي كتلة القمح اللازمة؟ 100 كيلوغرام تتعطي 75 كيلوغرام. إذا شنو؟ إذا 25 25 إذا 25 من الدقيق 25 كيلوغرام تتعطي 30 كيلوغرام من الخبز. شوفنا عندنا 100 كيلوغرام ديال القمح عطاتنا 100 عطاتنا 75 كيلوغرام من الدقيق. وصغرت ولا كبرت؟ صغرت. صغرت، اذا خصنا نشوفوا شحال صغرت. نديرو 100 قسمة 75. 100 قسمة 75. اذا اول حاجه عندنا هاد ال 100، فهمتي؟ 100 كيلوغرام ديال القمح عطاتنا 75، كما تنشوف بان نقصات. اذا غنشوفوا كيفاش مرينا من 100 ل 75. اذا بطبيعه الحال تنشدوا 100 تنقسموا على 75 باش نلقاو داك العدد اللي قسمنا عليه 100 باش عطاتنا 75. اذا بطبيعه الحال هنا في الجانب ديال الجدول غنسجلوا 75 على 100. علاش؟ لانه في الاصل كما قلنا 100 على 75. اذا غنشدوا هاد 100 وغنقسموها على 100 على 75، بمعنى اخر غنضربوا في 75 على 100. تتعرف الكسور؟ ما تيكون عندنا كسر ما نقسمو على كسر، شنو تنديرو؟ درتو ولا مازال كسور؟ ها انت شوفي، ملي تيكون عندنا كسر بحال دابا عندنا 5 على 3 غنقسموها على 4 على 2، غنقسموها على 4 على 2، شنو تنعملو؟ هادي اش تساوي؟ تتساوي 5 على 3 تنخليوها كما هي، ولكن تنضربو في المقلوب ديال هذا، نضرب في 2 على 4، فهمتي؟ هذه هي القسمة ديال هذه على هذه، فهمتي؟ إذا باش تقسم هذا الكسر على الكسر، تتشد الأول تضربو في المقلوب ديال الثاني. إذا هنا عندنا 100 غنقسموها على 100 على 75 باش تلقاو داك العدد، 100 على 75 هو اللي غيعطينا داك العدد باش دزنا من 100 ل 75.
اذا طبعا حنا غنخليوه هكا كومبلي مادام انه غيعطينا ديك 1.333 طويله، حنا غنخليو العدد احسن نخليوه كما هو. اذا بطبيعة الحال 100 على 75 غتقسم عليها 100، بمعنى اخر غنضربو في المقلوب ديال هذا الكسر، فهمتوا ولا؟ المقلوب شنو هو؟ هو 75 على 100. اذا اي عدد هنا مثلا اللي خدينا 100 وضربناها في 75 على 100 شنو غتعطينا؟ هانتي 100 مضروبه في 75 على 100 شنو غنديرو؟ غنضربو على هادي غنضربو على هادي غنختزلو ب 100 ونختزلو ب 100، اذا غتبقى عندنا 75 هي اللي عندنا هنا، شتي؟ وبالتالي نفس الطريقه غنديروها هنا، فهمتي ولا لا؟ اه دابا 25 شنو هو العدد اللي ضربناه في 75 على 100 وعطانا 25؟ اذا شنو هو؟ شنو هو العدد اللي ضربناه في 75 على 100 باش عطانا 25؟ اذا بطبيعه الحال غنشدو 25 وغنضربوها في المقلوب ديال 25 على 100، اذا 25 مضروبه في 100 على 75، فهمتي ولا لا؟ على 33 هي اللي تعطينا 25، فهمتي؟ غنجيو لهذه ديال 25، 25 فاش ضربناها باش عطاتلي 30، فهمتي ولا لا؟ باش نلقاو شنو؟ باش نلقاو كيفاش مرينا من 25 30 شنو غنديرو؟ تنضربو فاش؟ على 25 باش تجينا لتحت، هانتي ديما تنديرو 25 لتحت، هاد 30 تنديروها الفوق، فهمتي؟ إذا 25 مضروبة في 30 على 25 غتعطينا 30، فهمتي؟ إذا نفس الطريقة هنا، غنجيو للخانة الأخيرة، عندنا 450 في الأخر، إذا أول حاجة خصنا نلقاو الدقيق، شنو غنديرو؟ غنديرو 450 فاش غنضربوها؟ غنضربوها في 25 على 30، فهمتي؟ غنضربو في المقلوب ديال هادي باش نلقاو هادي، حيت دابا غنمشيو عكسيًا، ماشي حنا حنا دابا في هاد العدد اللي عندنا 30 على 25، هادي إلا كنا نازلين، حنا درناه على حساب إلا كنتي نازل. ولكن الا كنتي طالع تدير العكس، تتقلب هاد هاد الكسر هذا. اذا عندنا 450، 450 مضروبه في 25 على 30 غتعطينا 375، هذا الدقيق لازم باش تكون عندنا 450 كيلوغرام من الخبز، ياك؟ دابا غنقزو للمرحله الاخيره، كما قلنا في الاول غنضربو في 100 ونقسمو على 75 غتعطينا 500، فهمتي؟ غتعطينا 500. إذا القمح اللازم لصناعة 450 من الخبز هو 500 كيلوغرام،